في الشأن السوري، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الحكومة السورية تساهم بشكل مهم في مواجهة الخطر الذي تمثله التنظيمات الإرهابية، معربة عن أملها في أن يساعد تقرير اللجنة المستقلة حول سوريا على توحيد المجتمع الدولي على قاعدة مواجهة الخطر الإرهابي المتنامي وعلى إطلاق عملية حل الأزمة في سوريا. ويتزامن ذلك مع تواصل تظاهرات ضد الجماعات المسلحة وممارساتها في غوطة دمشق وريف إدلب. تواصلت تظاهرات أهالي بلدات ببيلة ويلدة وبيت سحم في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق ضد مسلحي النصرة والتنظيمات المسلحة على خلفية ممارسات قمعية واحتكارية ينفذها المسلحون بحق الأهالي. وجدد مئات الأهالي مطالباتهم بخروج المسلحين من بلداتهم وإجراء مصالحات وطنية، بينما يشتد التوتر بين أهالي دوما ومسلحي جيش الإسلام على خلفية المواجهات بسبب اتهام الأهالي مسلحي جيش الإسلام باحتكار المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية. وأفادت أنباء أن جيش الإسلام بات أكثر ليونة والقبول بعقد مصالحة وطنية، سيما وأن الجيش السوري أصبح يطوق دوما بشكل تام. وفي قرية الرامي بجبل الزاوية بريف إدلب خرجت مظاهرات حاشدة لمطالبة جبهة النصرة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين بتهمة اتباع الديانة الأدنية، ومن بين المعتقلين عضو اتحاد الكتاب العرب الروائي عارف الخطيب. وبالتزامن ذكر المرصد السوري المعارض ومقره لندن أن جند الأقصى التابع للنصرة داهم مقرات جبهة ثوار سوريا التابعة للجيش الحر في دير الشرق بريف إدلب، واعتقل 6 مسلحين من ألوية النصر بينهم شقيق القائد، واستولوا على أسلحة وذخيرة. من جهة أخرى، كثف الجيش السوري عملياته الجوية والبرية ضد داعش والجماعات المسلحة في مناطق وجودهم، وكان أبرزها استهداف مسلحي النصرة في الكرت وعين البيضة بريف اللاذقية الشمالي، وأوقعت أعدادا منهم قتلى ومصابين بينهم قائد في جماعة خراسان عبد الرحمن إسلاموف الملقب بأبو هريرة الكازاخستاني ومتزعم جيش المجاهدين أبو مسلمة الشيشاني، فيما أحبطت وحداته هجوما واسعا للجماعات المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا.